الموضوع الأول، في بعض الشباب الضالين الذين نعرفهم وقد ناقشناهم نقاشا طويلا من قبل، ناشرين مقطع بيرد فيه علي أنا، وما في مشكلة ترد علي إذا كان بالحق. فكنا تكلمنا عن شيخهم إنه بيقول كلام عن الإنكار على الحاكم، ونحن ما تعمدنا أن يعني نقوله ما لم يقل، إنما حسب المقطع بتاعه هو الوصلنا كاملا لحد الجزئية اللي ردينا فيها. الفرقة الجانية والتيار الجاني يتميز بأمر أساسي وأمور فرعية كثيرة. الأمر الأساسي هو أنه يمجد السلطة ويعطي السلطة عصمة ويدافع عنها دفاعا مستميتا ويضفي عليها الشرعية الدينية الكاملة ويوجب طاعتها وتقديسها وتعظيمها أيا كانت مخالفاتها. تدعو الأمر تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون. رمز الجامية المدخلية. هكذا وصلنا المقطع، ما كان وصلنا التمامة بتاعته، فردينا عليه وأبطلنا كلامه. بعد ذلك بعض الإخوة رسلوا المقطع كامل فبينا أنه المقطع حسب ما وصلنا كده ردينا، فإنه هو بيقول إذا الحاكم زنا وكذا نص ساعة وإلى آخره. وبعد ذلك في المقطع الكامل جاء أنه ينكر عليه علنا، ودي ما فيها مشكلة لأنه يا جماعة ربنا قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. في الحلقة الماضية أمس بعض الإخوة رسلوا مقطع فيه باقي كلامه إنه هو قال ينكر عليه ولو أمامه أو ولو أمام الناس أو علنا بهذا المعنى تحديدا. يعني لنفترض مش موقفنا الشرعي، اذا كنت امامه انكر عليه ولو بصوت مرتفع ولو قدام الناس ولو قدام الناس ولو قدام الناس ولو امام الناس ولو امام الناس ولو امام الناس خير ان شاء الله. طالما قال كده كلامه برضو باطل، طبعا برضو باطل، وده هو عين منهج الخوارج. لو كنتم تعلمون، الناس رسلوا المقطع ده وشوشوا، لو كنتم تعلمون ده هو اصل منهج الخوارج الذي بدأ به. لاحظ كلمة بدأ به دي، لأن رأس الخوارج هو حرقوص بن زهير وهو ذو الخويصر التميمي. كيف خرج على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول ما خرج، ما خرج أول ما خرج الخارج الأول ورأس الخوارج وأصل الخوارج، ما خرج بسلاح أول ما خرج، وإنما خرج بالإنكار علنا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان حاكما صلى الله عليه وسلم. فقال اعدل يا محمد فإني لم أرك تعدل. فشيخكم ده اللي بيأصل له في المقطع الثاني جبته ده، عرفت كلامي؟ ده وزاده منهج الخوارج ومنهج الإخوان المسلمين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولينصح بما بينه وبينه، فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هناك من يستدل بإنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان بن الحكم حينما قدم خطبة العيد على الصلاة، على جواز الإنكار علنا على الحاكم في الخطب والمحاضرات والخطابات المفتوحة العلنية، هل يصح هذا الاستدلال؟ فالأمر الأول هو قول أبي سعيد رضي الله عنه فمشيت مخاصرا مروان، والمعنى أن كل واحد من ذينك الرجلين وهما أبو سعيد رضي الله عنه وأمير المدينة لمعاوية رضي الله عن معاوية وأمه وأبيه وعفى الله عنا وعن مروان، كل من الرجلين واضع يده في خصر الآخر، وهذا الصنيع من متحدثين يريدان أن لا يسمع الناس حديثهما مع بعضهما. هذا الأول. الثاني
الثاني أن أبا سعيد رضي الله عنه لما عصاه مروان عفى الله عنه وعنه تركه وصلى خلفه واستمع خطبته وصلى خلفه ولم يتخذ من هذا مجالا للتشهير بأمير المدينة ذلك الوقت وهو مروان عفى الله عنه وعنه. الأمر الثالث، هذا الحديث رواه عن أبي سعيد عامر بن سعد أظنه ولده، قال عن سعد عن أبي سعيد. تأملوا، عامر بن سعد قال عن أبي سعيد وذكر القصة، فعامر هذا لم يسمع من حديث الرجلين شيئا ولم يدري منهم ولا عن كلمة واحدة، فلولا أن الصحابي حدثه لم يعلم شيء، فأصبح هذا الحديث موافقا لما رواه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنا، يعني لا يبدي النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث فيه من الفوائد ما يأتي: الفائدة الأولى السرية في السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الثانية براءة ذمة الناصح على هذا الوجه الذي أفاده الحديث، وأنه ليس عليه أن يقبل الحاكم نصيحته، برئت ذمته بهذه النصيحة السرية. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة براءة الذمة، موافقة هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري لحديث أبي عاصم هذا على أن النصيحة سرية. نعم. وأمر أخير أنه ليس ثمة وجه يسلكه الناصح في تنبيه الحاكم سوى هذا الوجه، ولو كان وجه آخر لبينه صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، والحاجة قاضية، فإذ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وجها آخر غير هذا علم أن كل طريق مسدودة إلا ما كان سرا. أنا والله ما كنت أرد على الكلام ده لولا أنه خفت يلبس على المسلمين، لأن الشبه خطافة كما قال السلف الصالح والقلوب ضعيفة، فنشروا كلام لبعض علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي، قالوا يجوز الإنكار على الحاكم علنا لكن بشرط يكون في حضرته. لنفترض مش موقف الشرعي، إذا كنت أمامه انكر عليه ولو بصوت مرتفع، ولو قدام الناس، ولو قدام الناس، ولو قدام الناس، ولو أمام الناس، ولو أمام الناس، ولو أمام الناس. وطبعا ده كله لأنه الشباب ديل دار ينصروا شيخهم الضال المضل الذي رددنا عليه الحزبي.
فدائرين ينصروا شيخهم قام لقطوا بعض كلام العلماء في نصرة مذهب شيخهم الفاسد. أولا قاعدة متفق عليها بين المسلمين جميعا سلفا وخلفا، أنه لا يجوز تقديم كلام أحد من الناس كائنا من كان، حتى لو كان عالم جليل، لا يجوز تقديم كلامه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مش لو كلام عالم، لو كلام صحابي، لو كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا يجوز تقديم كلامهم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده عبد الله بن عباس أصلينا القاعدة دي، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وفي رواية قال أنتم على شفا هلكة، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فما رضي ابن عباس رضي الله عنهما أن يقدم كلام أبي بكر وعمر، خلي أي عالم تاني، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلامه ما يقدم. القاعدة دي أنت لو ما مؤصل عندك، لو ما مؤصل عندك أنت ما سلفي أصلا ولست من أهل السنة والجماعة. عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر نفس الكلام ده لكن بمعنى آخر في كتاب التوحيد، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أو كما هو عنوان الباب بمعنى دي من التوحيد بالمناسبة، من التوحيد ومن فساد عقيدتك إنك تقدم كلام أحد حتى لو كان عالم وأنت تعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام خلاف كلام شيخك. يبقى الموضوع بسيط ما داير له جوطة أبدا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولينصح فيما بينه وبينه فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قفلت الباب، ما بيجوز نصح الحاكم علنا لا أمام الناس ولا من لا أمام الناس ولا الكلام فيه من غير وجود الحاكم، ولا يجوز نصح قدام الناس، إنما نصح بينك وبينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يبده علانية. دي الرسول قال ما يبدي علانية، في ناس ولا ما في ناس؟ لا في ناس ولا بيظهره هو ما في، هو قاعد قدام الناس ما بجوز، هو ما في قدام الناس ما بجوز، إنما الصحيح قال ولينصح فيما شنو بينه وبينه، بينك وبين الحاكم ما يكون في زول قاعد. وده بالمناسبة فهم الصحابة للحديث ولهذه السنة، في كما جاء في صحيح البخاري حديث رقم 7098، هو ده فتح الباري شرح صحيح البخاري فيه المتن فيه الشرح، حديث رقم 7098، قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. تعرف الباب القصد شنو؟ نصيحة الحاكم علنا. ده قال الباب أنا ما أقدر أفتحه. قال وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الحديث. قال ابن حجر قوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا
يعني كلمته فيما أشرتم إليه، يعني نصح الحاكم، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر. في شنو يا جماعة؟ في السر، عشان ما تجوطوا ساكت. والشباب ده الشباب بنعرفه من احنا مجارمة، والله من أضل الشباب الناس دي، ودينهم تجميع أخطاء العلماء ليكون لأحدهم دينا. يعني احنا ناقشناهم بدري قبل سنوات بأي مسألة شاذة بيجيبوا فيها أخطاء العلماء الأفتوا بجوازه، ويجعل الواحد من هؤلاء الشباب دين له. عشان أوريكم ديل منو ديل قبل كده قالوا الاستمناء بجوز، إنه الإنسان ينكح كفه والعياذ بالله، وده ربنا حربه بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الإمام الشافعي فيها دليل على تحريم الاستمناء بنص القرآن، وغير الإمام الشافعي أفتى بذلك. فأخذوا ده قالوا بجوز الاستمناء، وقالوا في نهار رمضان كمان، شوف الإجرام كيف. وبعضهم قال يجوز شرب السجائر في نهار رمضان ولا يفطر، وأنا ناظرتهم قريب 4 ساعات عشان أقنعهم إنه النظر إلى النساء حرام. الشباب ده ذاتهم، دير ذاتهم، والمسائل دي كلها ما في مسألة منا واحدة قالوا تبنى منا. لما نزنيهم بفضل الله كان بيسكتوا بس، ولليلة ما قالوا تبنى. شباب فسقة فجرة، عرفتها؟ فيلقطوا أخطاء العلماء ويبسوها للناس ويجعلوها لهم دين، وده والله من أفسد المناهج ومن أسوأ الطرق والسبل، لأنه ده سبب للضلال والغواية ذاته. لأنه ما من عالم أو إمام إلا وله زلة، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فدل جمعوا أخطاء وزلات بعض العلماء وجعلوا لهم دين، ورئيسهم مرة عامل فيها بتاع حب، أشعار بتاعت حب، لقيته معرض الخرطوم الدولي، أشعار الشام في خديدك وأضنينك والآخري، وبعد شوية عامل فيها كوز، هسه آخرتها يقال إنه فتح محل صعود في شارع الأربعين للعماري المجلي، جمري في شارع الأربعين هنا في أم درمان. فديل هم الشباب ديل، عشان ما يغشوك يقولوا العلماء، ما في علماء، انتوا رئيسكم كلكم على ضلال، عرفت كلامي؟ فده الموضوع كله. طيب واصل ده، وبعدين نبدا في موضوعنا. قال لانه بس انا رسلوا لي بعض الناس، وانا حذر اي انسان يحضر او يسمع لهؤلاء الفشله المضلين، ولا يشاركهم معه بفيسبوك ولا واتساب ولا يشترك معهم ولا غيره. ديل شباب يا اخي، شباب من اضل البشر على وجه الارض. يا اخي ديل بيروا انه صلاه، بعضهم يرى انه صلاه الصبح يصليها بعد شروق الشمس، مش طلع الفجر، بعد شروق الشمس. وردينا عليهم في الكلام ده قبل كده، ويروا انهم ما يمشوا المسجد يصلوا صلاه الجماعه، مش ايام كورونا، لا لا لا، ايام الناس يصلوا في الجامع. كان عندهم دين ذاته غريب جدا. طيب قال والادب في السر، ده الصحابي قال لك في السر، ثاني ما تقول لي فلان قال، نحترمهم والله. وده العلماء ذكرتهم ده المجتهدين، والمجتهد اذا اصاب له اجران، واذا اخطا له شنو؟ اجر واحد. اذا علماءنا من اخطا منهم بنعتذر له، لكن انت كزول ضال وشاب بتاع صعود وبتاع استمناء، احنا ما بنعتذر لك، لان انت ما عالم ولا طالب علم ولا من اهل السنه اصلا عشان نعتذر لك. طيب قال والادب في السر بعد ان يكون في كلام ما يثير فتنه او نحوها، وما موصوفه ويجوز ان تكون موصوله. قال ابن حجر ايضا، وقوله في روايه سفيان، دي روايه اخرى من الحديث، شوف الروايه دي واضحه كيف. قال لهم أسامة رضي الله عنهما: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. بالله في أوضح من ذلك؟ إذن نصيحة الحاكم في العلن قدامه ولا بوراه؟ يعني بوجود ناس قدامه ولا بوراه؟ ده باب الفتنة ذاته. الصحابة قال لي وعند مسلم مثله، لكن قال بعد قوله: ألا أسمعتكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا
فذلك أجدر بالقبول. أنت الحاكم ما راضين تنصحوا سرا، لما نصحت شيخكم وردد عليه جهرا قمتوا كلكم وما قعدتم. شو التناقض والإجرام ده كيف؟ هذا آخر ما تيسر. والحديث ده بيكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية. لكن ده بيكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أي إنسان بيقدم كلام أحد كائنا من كان على كلام الرسول وعنده شيخه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكلام ده ما بيغنعه، لأنه أصلا ما عنده النبي عليه الصلاة والسلام هو الموقع. في شبهة برضو ذكروها الشباب الضالين ديل، أنا نسيت أرد عليها، دي بتاعت أبي سعيد الخدري. في رواية، والرواية دي بتحل الإشكال تماما، قالوا أن أبو سعيد الخدري أنكر على عبد الملك بن مروان قدام الناس. في رواية أبو سعيد الخدري جبز عبد الملك بن مروان من ثوبه، وفي رواية مسكه من خصره، هنا مسك عبد الملك بن مروان شفته وقال له: ما هكذا السنة يا ابن مروان. فلذلك العلماء قالوا: ففرق بين نصيحة العالم اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل، لأنه نصحه قرب له، لأنه قال مسكه من نصه أو مسكه من ثوبه في رواية، فكونه مسكه وكلمه معناته بقى شنو يا جماعة؟ بقى قريب منه. فالعلماء قالوا: فرق بين نصيحة العالم إنه بينصح الحاكم في السر عشان الناس ما يسمعوا، لأنه دبا فتنة زي ما قال أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري كما قرأنا، فده درد عرفته. والآخر وجاء في الرواية إنه الرجل آخر غير أبو سعيد هو الكورك قدام الناس. قالوا: فرق بين نصيحة العالم وبين نصيحة الجاهل للإمام أو للحاكم. فنصيحة العالم الرباني الصحابي الجليل أبو سعيد بمجموع الروايات كلموا، لكن كلموا بعد ما جنبه مسك توبه أو مسك نص عبد الملك بن مروان اللي كان الخليفة، وكلموا فيما بينه وبينه. يا أخي لو ورد إنه أي أحد حتى لو كان صحابي نصح الحاكم علنا والرسول قدام الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز هذا، كما بينا في الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، فلا يبده علانية. أها، نقدم كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دي ما ذاتها ما شبه، هي شادة حيلة ولا عندها رجلين. لكن دي الخوارج، دي الشباب خرجوا على المنهج الصحيح وحاربوا المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، بهذه الشبهات. فلا تشغلوا أنفسكم بهم ولا تشتغلوا بهم، بفضل الله سبحانه وتعالى. والحق واضح وبين عند أهل السنة والجماعة كما قرر الأئمة قديما وحديثا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.